يعاني المواطنون في محافظة طول كرم من شح بالخدمات الطبية المقدمة إليهم في المستشفيات الحكومية بالمدينة، لا سيما في أقسام السرطان وغسيل الكلى وعمليات القسطرة. أطباء، ناقصوا أطباء، مش عندنا أطباء أعصاب، بس بدنا دكتور أعصاب، جراحة أعصاب، الأوعية الدموية فيش عندنا. هذا هو الخدمات الطبية اللي بتنقص طول كرم. كمدينة بتخدم 200-250 ألف نسمة أو 300 ألف نسمة، يعني بلزمنا أطباء، بلزمنا. شكاوى لم تلقى آذانا صاغية لدى صناع القرار في المحافظة، مما سينعكس سلبا على صحة المرضى وتردي أوضاعهم الصحية. هذه إلي 10 أيام بنتظر إنه تيجي المادة اللي بتحلل السكر التراكمي، ولحد الآن بروح بقولوا لي مش موجودة اللي التحليل. ففي كثير خدمات صحية الآن مش متوفرة، يعني من ناحية أدوية ما بعرفش أنا كيف الأسرة وكيف المستشفيات، بس كخدمات صحية ضعفت قلت، ما في زي أول خدمات. يلحظ المرضى بطئا بتقديم الخدمات وإجراءات التحويلات الطبية، ويعزو عدد منهم إلى تقصير وزارة الصحة بالخدمات الطبية الخاصة لمحافظة طول كرم. يوم أحد أو يوم اثنين فقالوا لي اليوم الصحة مسكرة، ليش مسكرة؟ طب ياتكم فاتحين؟ المحاسب مسكر، المحاسب مش موجود. طب يعمل المحاسب، المحاسب خلي يعني خلي يكون في تداول بالنسبة للمحاسبين اللي يكونوا بيداوموا بالصحة، يعني اليوم أنا يوم فلان مش اروح انا. طب الصحة ليش فاتحه؟ اذا كان المحاسب موجود ليش صحة ليش فاتحه؟ وكذلك الضغط الكبير على المستشفيات، وكحسه حتى انت تروح يوم الاحد على الصحة بتلاقيها ملان عالم. الله يناشد المواطنون بالعمل على زيادة اعداد غرف العمليات بمستشفيات طول كرم، وتوفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، وإيجاد أقسام خاصة لأمراض القلب وغسيل الكلى.